أهلا بكم. حافظ لكتاب الله ويمارس شغفه في ركوب الخيل تيمنا بحديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وقدوة فيه أيضا عاشق أسامة تربية الأغنام ورعايتها، واستطاع بهذا التوفيق بين دراسته وبين كل هذه الهوايات. نتابع قصة أسامة في هذه الحلقة. مهنة تربية الأغنام كانت مهنة من الرسول، وأغلب الأنبياء كانوا يخدموا في هذه المهنة، ووجدت أبي وجدي في هذه المهنة وكبرنا عليه. حفظت 19 حزبا من القرآن، وأريد أن أختم القرآن وأذهب إلى المسجد لكي أكرره وأقرأه. السلام عليكم، معكم أسامة حامدي من بلدية شابونية ولاية الأندية، عمري 15 سنة، أدرس سنة رابعة متوسط. أفرق بين الدراسة ومن تربية الخيول وتربية الغنم، عندي وقت مخصص لها لأني أحبها هواية. كما القرآن نحب نروح للمزرعة لأني أحبها، وأريد الذهاب إلى الخير وخاصة ركوب الخير، تغمرني الفرحة عندما أركب الخيل ولا أحس بالوقت كيف يمر، وأريد أن أكتشف أكثر في هذه الهواية. أنصح هذا الجيل لكي يحفظ القرآن ويقرأه ويبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي لأنها فيها آفات كثيرة. وجدت عائلتي بأكملها وخاصة والدي وجدي رحمه الله يشجعوني على قراءة القرآن وحفظه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وأنا أحب هذه الهواية ركوب الخيل. حلمي في الحياة أن أختم القرآن الكريم وأقتدي به وأطبقه في حياتي اليومية.